وإياكم في هذا النقل المباشر والحي من مطار هواري بومدين الدولي. الانسان يقتني قهوه ولا ماء ولا جو، كاين حتى يعني الاكل اللي هو محضر اونيفو دو باركينغ باش العائلات تاعكم اللي يبقاو ينتظروا فيكم ما يبقاوش بلاش في الباركينغ هذا، علما ان هذا المطار ما يحتويش على محلات او دكاكين او مقاهي، فوضعنا اشياء اخرى للتعامل مع هذا الشيء. انا اليوم كي نشوف الحاجة تحدايا والحاج اللي راه معايا اللي كان يتبعني بكري في عالم اخر، انا فنيني فرحان اليوم كي راهم معايا. اولا السيد رئيس الجمهوريه كان اكد وذاك هو اللي سهرنا ليل ونهار باش نحضروا نفوسنا، لان التعليمات تاعو والسار تاع وزير النقل عملنا سنه في تعليمات السيد رئيس الجمهوريه ان حتى حاج ما يتغبن في الحج تاعه، كل الظروف مهيئه في البعثه اللي راهي معاكم وفي المطارات كل شيء راه مهيئ حتى في المطارات الاخرى، وان شاء الله احنا رانا نحضر ديجا الرتور تاعكم يعني الرجوع تاعكم حتى نسهل لكم الامور فيما يخص المشاكل اللي كانت قبل لي باجاج الى اخره. نستنى ان شاء الله نبذلوا جهود اكثر حتى الحاج كي يرجع ما يطولش في الانتظار تاعو باش يدو الحقائب تاعه ولي كادو تاعه ويروح يشوف العائله تاعه. فشكرا لكم، حج يعني مقبول لكل الحجاج ان شاء الله، ربي يديكم بخير ويجيبكم بخير. شكرا الحاجة. انت واش تقولي لهم؟ ربي يحفظ رئيسنا ويحفظ وليداتنا ويحفظ بلادنا. امين امين، وان شاء الله غنعيشوا هنيين. امين امين امين، ربي يحفظكم.